الو، هاي رشا. هاي ماريا، كيفك؟ تمام، كيفك انت؟ تمام الحمد لله. ماريا احذري شو؟ اليوم عازمة اصحابي على السحور ومحتارة شو بدي اعمل لهم، انصحيني. اعمل شي بالعسل، العسل غني بمضادات الاكسده اللي بيساعد الجسم يضل شباب وصحي. حبيت الفكرة، كمان الشوفان بيعطي شعور بالشبع لفترة اطول، واللبن كمان وخاصة برمضان بيساعد بالهضم وتقليل من الشعور بالعطش. بتعرفي شو؟ ذكرتيني بهي المكونات، انه جونسون عامل لوشن جديد اسمه جونسونز فايتا ريتش سموديز، فيه نفس المكونات وبيعمل غذاء كتير ظريف للبشرة. خلص، لكن لازم انا اجيبه.